انا بس عايز اوريلك حاجه، ان انا بربط البلوك ازاي. لو انا مثلا عندي الحرف ده عايز اربطه ب مثلا ايه، لا هو مربوط خلاص. طيب انا مثلا لو عايز اربط مثلا بند زي مثلا، لو انا عندي هقول مثلا الغبي هيتم مثلا بعد ما بخلص ايه فك الشتة بفترة معينة. يبقى انا هربط ازاي البند ده قبل ما احط المورد؟ يعني قبل ما احط المورد بتاعتي لازم اكون مربط العلاقات بتاعتي. هحط هعملها ازاي؟ بعمل كده. لو هو مثلا انا عايز هي دي الستارت، أو مثلا مع البداية، يبقى أنا هاخد البداية مع الإيه؟ مع النهاية، كده يعني، ماشي؟ هو ده هيبدأ بعد ما ده ينتهي. طيب هيبدأ بعد ما ده ينتهي هيبقى إزاي؟ دي تروح على الريليشن شيب نفسه. اهو ستارت تو فينش. هيبقى عندي اللاج قد ايه بقى؟ مثلا وليكن 5 ايام او 10 ايام او 20 يوم. انا بظبط الشغل الشغل حط اللاج 20. انا اعمل بقى بعد كده ايه؟ اسكيبل. المفروض الباب ده هنا كده. مش هينقل في ده، هينقل في الايه؟ في التحديث. طيب لان انا عامل تحديث وفيت خلاص. طيب المشكلة في التواريخ، عشان كده إيه؟ أنا لما عملت التحديث بيعمل تثبيت للإيه؟ للأنشطة بس. طيب المهم بقى إن إحنا هنخش بعد كده في الإيه؟ إن إحنا عرفنا إزاي لو أنا بعمل بنفس الطريقة كده في العادي، يعني هيقوم قايل لي لو أنا عامل أوتوماتيك سكيدولينج هيقوم قايل لي النشاط بتاعي هنا كده في مكانه هنا على طول. تمام. طيب نخش بعد كده على الريسورسز. انا دلوقتي عندي النشاط اللي انا قلت ان انا هتكلم عليه هو الصب. طيب انا عندي 3 حاجات، 3 مواد عندي: خرسانة، طريق الصب، إحساس الإنجاز. كل نشاط من ده حطيت الإيه السعر بتاعه في الإيه، وأنا حاطط الريسورسز بتاعتي. عندي الخرسانة مثلا كميتها اليونس 453 جنيه المتر المكعب. عندي الهزاز
بازت ريت 25 جنيه في الساعة. عندي فريق الصب طبعا، كل واحدة من دول، كل تكلفة بتفرق على حسب الإيه، على حسب هل هو ماتيريال نون ليبر وهكذا. ماشي. طيب بعد كده هرجع تاني، حطيت الإيه، حطيت التكاليف بتاعتي وحطيت الريسورسز، برجع تاني إيه، بعمل أساين للريسورس بتاعي على الإيه، على الأكتيفيتي. أو زي ما أنا عملت كده، بعمل أد ريسورس وبعمل أساين على طول. بيظهر عندي هنا الإيه، هو على طول اوتوماتيك بيضرب البرايس في اليونت. اليونت عندي اهي، خلي بالك البادجت يونت غير الاكشوال يونت اللي احنا هنشوفها بعد كده. هو دلوقتي اتعامل مع البادجت يونت اللي هو التسعين اللي انا حطيتها، فاداني 90 متر مكعب خرسانة بضربها في البرايس اللي هي 453.6، اداني على طول ايه بادجت كوست. لو عايز اظهر الاكشوال كوست، لو عايز اظهر الاكشوال كوست بتاعي، بعمل ايه، بعمل مظهره من هنا. بنزل بيه لحد الايه، لحد ما انا عاوز يظهر عندي، بس انا مش عايزه دلوقتي، مش عايزه دلوقتي الا لما اعمل موضوع الايه الابديت والايه، حتى انا مش عايز ازور الايه الناس في دلوقتي. طيب يبقى هو البرنامج تلقائيا حسب لي الايه البادجت كوست. بعد كده لما لو انا لما بشتغل بعد كده، بيبقى عندي الاكشوال كوست اهوت، بضربها الاكشوال يونت. الاكشوال يونت ديت انا بحطها برضه عندي مثلا 90، انا مخطط ل 90 متر مكعب خرسانه، اشتغلنا فعليا 85 متر مكعب خرسانه. يبقى هو اتكلف كام؟ اتكلف 38 55. وخلي بالك انا جبت الاسعار ديت من الايه، من حساب التكاليف اللي قبل كده. خلاص، نفس الايه، نفس الموضوع. حسب لي هو بقى تكلفه الايه البادجت كوست بتاعتي، حسب لي البادجت كوست التوتال بتاعتي ايه، اللي هي هنا دي 53,474,000. طيب يبقى احنا كده ايه، خلصنا الموضوع بتاع التخطيط، عملنا حطينا الاكتيفيتي بتاعتي، وحطينا الموارد، حمل الموارد، وعملنا، وطبعا الاكشوال دي بتبقى مرحلة تانية من التخطيط، ومرحلة التحكم بعد كده. اللي هي بعمل بقى الابديت بتاعي، لما اجي اعمل الابديت بتاعي بشوف المشروع بتاعي هيعمل ازاي. طيب نكمل يا باشمهندس. مش مشكلة هندسة، نكمل أو لو عاوز تخلي الجزء التاني في وقت التاني مش مشكلة، ده شوف أنت حسب الوضع عندك إيه. طيب أنا بس هشوف الإيه المحاضرة، مش كده الشاشة واضحة يعني بالنسبة للمحاضرة؟ تمام، مش الشاشة واضحة يا هندسة. عندي خلصنا الموضوع بتاع طبعا يعني بعد كده لما باجي أقدم البرنامج الزمني بتاعي الاستشاري، بيبقى فيه محددات معينة علشان إيه، محددات معينة علشان يتوافق على البرنامج ده. عبارة عن 8 حاجات هي بنبص عليها. فالبروجكت بلاننج الانبوتس بتاعتها، البروجكت ديسكريبشن والتشارتر بتاعي، اي وصف خاصة بالمشروع،
الورك بريك داون ستراكشر اللي احنا قلنا عليه قبل كده، الريسبونسابيلتي ماتريكس دي بتبقى غالبا يعني بعملها مع الورك بريك داون ستراكشر زي ما احنا شفنا. البروجكت استيميشن اللي احنا عملناه اللي هو بتاع تحليل التكلفه، المين اكتيفيتيز ديت اللي هي الاكتيفيتي ليست اللي احنا شفناها كلها، كل ديت تخش في البروفيرا بيطلع لي نتورك كريتيكال باست سكيدول او جانت شارت زي ما احنا شفنا. بعمل بقى بعد كده، بعمل انا بقى بعد كده اخد من السكيدول، لو انا فضلت عند المرحله دي بتبقى اسمها جدوله، يعني مش عايزين نفضل عند المرحله دي. انا بعمل بقى بعد كده الماتيريال بلان، بطلع من الجدول بتاعي الماتيريال بلان اللي هو زي ما احنا حاطين المواد بتاعتي وتكلفتها، وهتتورد امتى بقى دي بقى بتطلع من الجدول بتاعي. بعمل حاجه اسمها الماتيريال بلان السورس بلان، ماشي. خلي بالك الاكتيفيتي كوست غير الايه، غير المواضيع دي كلها. بعمل الريسورس بلان، بعد كده بعمل الكوست بلان. الكوست بلان غير الكوست استيميشن، كوست بلان غير الكوست استيميشن، تبقى الموضوع يبقى فيه تفصيل شويه. البيمنت بلان اللي هو انا هاخد مستخلصاتي امتى او دفعاتي امتى، بيمنت بلان. المايلستون بلان لو انا مثلا عندي بدايه المشروع امتى، نهايه المشروع امتى، بدايه كل الوحدات هتبقى امتى، ديت كلها المايلستون بلان اللي هي بتبقى الانشطه اللي قيمتها صفر اللي انا بحطها مع الايه، مع بدايه المشروع ونهايته زي ما احنا شفنا وانا بعمل تخطيط للمشروع. بعمل حاجه اسمها ريسك بلان، ديت مهمه جدا، بدخل بقى المشروع بتاعي في ايه، في الريسك بروجكت، ريسك بريمافيرا ريسك اناليسيس، وبطلع الايه ريسك بلان بتاعتي مره تانيه غير المره الاولانيه. المره التانيه ديت بعد ما طلعت الايه، بعد ما عملت البلان بتاعي برجع ادخله تاني على الايه، على البروفير، ماشي. وبعد كده بعمل البلان بتاعتي، بعد كده عندي الكواليتي بلان، وبعد كده الكونتراكتور او سبلاير سيلكشن. دي تطلع من الايه البلاننج بتاعي. لو انا وقفت عند مرحله الجدوله بس، مرحله الجدوله بس بتبقى ايه، بيبقى اسمها جدوله، انما طول ما انا بطلع خطط ديت اسمها مرحله تخطيط. يعني بعد كده بطلع حاجه اسمها ال ايه الكاش فلو بتاعي من الايه، وانا بعمل كوست بلان. وسايب لكم ملف الاكسل اللي بتبصوا عليه. انا هقف عند التحكم في المشروع ونبقى ايه نكمل بعدين، لان انا فصلت يعني، ماشي. احنا عندنا صوتين تقريبا، نكمل بعدين، مش هشوف. ألف شكر لحضرتك يا هندسة. يبقى احنا كده واقفين عند التحكم في المشروعات، ونكمل مثلا بالليل. نشوف الوقت المتاح مع حضرتك وننسق ان شاء الله، وندي الناس موعد ان شاء الله. ألف شكر لحضرتك.